أهلا وسهلا من جديد بكل مشاهدينا في كل مكان، وفقرة تحليل أهم الأخبار على موقع شروق نت. ومعنا داخل الاستوديو دكتور عبد الملك النعيم، كاتب صحفي ومحلل سياسي وأستاذ الإعلام بجامعة الخرطوم. أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بك لينا، والحمد لله على السلامة. وأخونا معتصم مرحبا بك والحمد لله على السلامة. فترة طويلة ما تقابلنا. نعم، لكن الإخوة يعني الكرام ما معنا طوالي. نعم أهلا ومرحبا بك وأنت معنا. الله يسلمك يا دكتور. ما كانت والله ناجحة. كانت جميلة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هنبدأ لنا بخبر الأول. حمدوك، سنصل لنتائج إيجابية مرضية في رفع السودان من الإرهاب. كشف رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك السبت أن حكومة الفترة الانتقالية قطعت أشواطا كبيرة في معالجة موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وأضاف بقوله قطعنا شوطا كبيرا وسنصل فيه إلى نتائج إيجابية مرضية. نعم، ويمكن يتحدث لنا عن يمكن او اكد رئيس مجلس الوزراء في مخاطبته للجلسه الافتتاحيه لمؤتمر شامل ومستدام في السودان اللي بتنظمه مجموعه ابحاث، انه قضيه رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب هي اكبر التحديات. نعم، واوضح ايضا انه حكومته تعول كثيرا على البحث العلمي باعتباره الطريق الاساسي نحو الطفره الانمائيه، مشيرا الى ما حققته دول النمور الاسيويه من غفزات اقتصاديه بفضل اهتمامها بالبحث العلمي، مبديا اعجابه بتجربه كوريا الجنوبيه والتي قامت نهضتها على البحث العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب مره ثانيه بمتابعينا في هذه الفقره. كل احد الحديث هو وسط تجمع بتاع ابحاث علميه، والمتابع بيلقى انه اكثر الاشياء اللي تضررت بجانب اشياء اخرى من الحصار الامريكي ومن قائمه السودان قائمه الارهاب، الاخوه الباحثين والاساتذه اللي بيشاركوا في مؤتمرات دوليه عندها علاقه بالسفر في الخارج وعندها علاقه بتسديد رسوم وكذا. المساله دي فيها معاناه كبيره جدا، لانه الحصار الامريكي ده يعني جعل الاستاذ اذا كان داير يشارك له في مؤتمر في امريكا ولا في اوروبا الا يلقى زول يسدد له هناك الرسوم عشان يضمن حضوره، لانه تحويلات بنكيه ما في مشاكل. فانا افتكر رئيس مجلس الوزراء وهو يخاطب هذا الجمع التنميه المستدامه واجراء الابحاث العلميه لابد انه يتعرض لجهود الحكومه الانتقاليه الحاليه في يعني رفع الحصار. صحيح انه في جهود مقدره جدا، نحن تابعنا يعني مشاركه رئيس مجلس الوزراء في الجمعيه العامه للامم المتحده ومخاطبته لكل رؤساء العالم، مشاركه وزاره الخارجيه، وزير الماليه، عدد من الجولات مع هذه الصناديق، زيارته للاتحاد الاوروبي واستقبال الاوروبيين له، دي كلها فعلا مجهودات مقدره جدا. لكن لانه مساله رفع السودان من القائمه والحصار الاقتصادي هي ليست بيد السودان وحده. والسودان لو رجعنا يمكن المشاكل الاساسيه اللي بموجبها وضع والشروط اللي وضعتها امريكا منذ عهد النظام السابق، بنلقى السودان خطى فيها خطوات متقدمه جدا، لكن مع ذلك الولايات المتحده الامريكيه هي ما زالت تتماهى وما زالت تبطي في هذه الإجراءات. يعني قبل يومين حتى مندوب الاتحاد الأوروبي ذاته بيعلن أن والله هناك إجراءات تسير في الطريق الصحيح. الإجراءات دي ما معروفة تأخذ كم لرفع اسم السودان. الرئيس الأمريكي في واحدة من تصريحاته تكلم أنه هذه المسألة يعني لسه محتاجة لمزيد من الوقت، ربما سنة كاملة. ونحن الآن في وضع حرج جدا، حكومة انتقالية ورثت تركة مثقلة جدا، دائرة تعالج كثير من القضايا، معالجتها ما بتتم إلا بالتوافق الدولي بمعاونة الآخرين، ما بتتم إلا بجدولة الديون ومحاولة على الأقل دعم السودان من القروض والمعونات الخارجية، ما بتتم إلا بأنه التبادل بين البنوك والتحويلات تكون بشكل أفضل. للأسف حتى تاريخ اللحظة دي احنا بنتكلم كل المسائل دي لم تتم. رئيس الوزراء لابد انه يقول المجهودات ماشية في الطريق الصحيح، لانه هي فعلا هم بذلوا ما عليهم من مجهود وما زالوا يبذلوا، لكن المعضلة كبيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية بتعاقب السودان سياسيا، يعني ما حكاية انه انت عندك يعني مطالب داير تشوف استوفاه لاي مدى حتى بعد ذاك تمشي منها، لا ابدا. الولايات المتحده الامريكيه بتعاقب السودان سياسيا لاجنده كثيره جدا، فيها الاقتصاديه وفيها السياسيه وفيها، وانا افتكر انه يعني حقه بعد كده
يكون ده الوقت المناسب جدا للولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في مسألة وضعه في قائمة الإرهاب، لأنك أنت وضعتها في ظل نظام، النظام ده الآن ذهب بثورة شعبية وأطاحت بيه وجات حكومة جديدة ومدت أيديها بيضاء، يعني يجب أن يكون في تغيير وفي تحرك. فنتمنى إنه هذه الجهود تثمر، لكن أنا ما أنا بقول إنه حقه ما نعول على الخارج بقدر ما نعول على الداخل. طيب دكتور، إذا سألت من القرار اللي صدر يمكن قبل يومين ثلاثة وأكيد أنت تابعته من الإدارة الأمريكية بإمكانية المؤسسات المالية الدولية أنها تتعاون مع السودان، ما هي الكلام ده ما جديد. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دي لما أوباما في آخر أسبوعين له هو في فترة الرئاسية أصدر أمرين تنفيذيين في البيت الأبيض بفك الحصار الاقتصادي على السودان، وكان يجب أن طوالي البنوك الأمريكية والخزانة الأمريكية تخاطب كل الجهات اللي قاطعت السودان بموجب هذه العقوبات. للأسف ده ما حصل. يعني إحنا بنتكلم حتى يومنا هذا حتى البنوك تعاملها مع السودان ضعيف. فأنا أفتكر إنه تصريحاتهم دي يعني لو ما أنت شفتها على أرض الواقع ولو ما عشتها حقيقة هي جزء من التمويه السياسي اللي بيعملوه الأمريكان. يعني كيف إن أوباما يصدر أمر تنفيذي برفع الحصار والبنوك الأمريكية ما تتعامل والبنوك الأوروبية ما تتعامل مع السودان ويظل لسه التحويلات فيها مشاكل كثيرة جدا. فأنا أفتكر إنه يعني إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن فعلا أن تتقدم في علاقاتها مع السودان بشكل أفضل فيجب عليها تتخذ خطوات إيجابية جدا يشعر بها المواطن وتشعر بها الحكومة السودانية. يعني احنا الآن بنتكلم والقائم بالأعمال الأمريكي ومعاول المبعوث دونالد بوس ختم زيارة يومين في الخرطوم وقال حيرفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفير في الخرطوم وحينظر في العقوبات، وده كله كلام مكرر لأنه دونالد بوس ده جاء قبل 9 سنوات السودان وكان مبعوث لرؤساء سابقين. فأنا أفتكر أنه ما في مصداقية الحقيقة في التصريحات الأمريكية. أنا كبير قلت لك أنه حقه نحن ما نعول على الخارج في سياستنا الداخلية بالقدر الكبير، خليها نحن لابد تكون علاقاتنا قوية وعلاقاتنا جيدة. متواصلة وجيدة، لكن نحن نحاول نحسن إدارة مواردنا الداخلية ونعول على البحث العلمي ونعول البحث العلمي ده ونعول على الزراعة ونعول على الإنتاج الحيواني ونعول على مواردنا في باطن الأرض دي كلها. نفتكر يعني ونشتغل برا زينا خير، ما بيتعارض. يعني الليلة انت كوزير مالية ولا كوزير خارجية لما تشوف إمكانياتك الداخلية وكيف توجهها نحو الهدف بتاعك بطريقة أفضل على الأقل الآخرين بيشوفوك انت ماشي وين وممكن يدعموك. لكن احنا ما نعتمد ولا نعول على أشياء المهمة جدا الداخلية على وعود قد تكون سراب.